يعني مشان ما تفكر انه نحن اهل ادلب دقنا، نحن شفنا كل انواع الموت، نحن ما ضل شيء ما متنا فيه، غرق على الحدود، قتل، صواريخ، كيماوي، غيرها غيراتها، نحن الله معنا. نحن صحيح نحن الله معنا، بس كمان الابتلاء من الله عز وجل، وبيكون معك كمان في هذا الابتلاء. فانت بدك تكون مع نفسك كمان، بدك تكون مع عيلتك، بدك تكون مع اهل بلدك، مع اسواقك، بدك تحافظ عليهم. هذا انت بتشكل خطر اذا انصبت على كثير ناس. الحالة اللي صارت في كوريا الجنوبية اللي هي على أساس أنه مسيطرة على الوضع، ما عندها غير 30 إصابة، إصابة واحدة بس نقلت العدوى ل 1200 شخص. فنحن في المناطق المحررة مثلنا مثل أي، أو في سوريا مثلنا مثل أي منطقة أو أي دولة. فنحن بدنا نحافظ على صحتنا، نحافظ على أهلنا، نحافظ على الكل، على الجميع. الكلام موجه للجميع، لجميع المدنيين في كل سوريا، في كل المحافظات، ومنخص الذكر هون مناطقنا المحررة.